الثمانينات وما أدراك ما الثمانينات. أنا الحقيقة يعني كنت صغير طبعا، بس ابتدت قصة حب وعشق الكورة مع الجيل ده. كنت بتتكلم طبعا على فطاحل، على أساطير، ويمكن اللي بيميز الفترة دي شوية يعني إنه الكورة فيها كانت للكورة وبس، والانتماء كان واحد من أكتر الحاجات اللي بيحرك واللي بيمثل دوافع عند اللعيبة اللي بتلعب لفرقها وكمان لمنتخبات مصر. بيشرفنا النهارده في السادسة واحد من نجومها الحقيقة ونجوم النادي الأهلي، كابتن أسامة عباس. مساء الخير يا كابتن أسامة، وأهلا وسهلا بيك في قناة الأهلي وفي السادسة. وأنا سعيد مع حضرتك لأن أنت من الشخصيات المحترمة جدا وأنا متابع ليك جيد يعني. ده شرف لينا يا كابتن. ربنا يخليك. يعني الحقيقة يمكن أنا مش قادر أدخل في الكورة على طول وفي الأهلي وفي الجونة، يعني أنا شفت شوية لقطات تتهيألي طبعا أنت شخصيا وأنت بتتفرج عليها دلوقتي خدتك ورجعت لك فلاش باك. اكيد طبعا زمن جميل ده طبعا، اكيد من الايام الجميله طبعا الواحد ما يقدرش ينساها. هي طبعا جيل التمنيات يعني. يعني الواحد ابتديت مع مين يا كابتن اسامه؟ انا ابتديت مدرسه الكوره يعني طبعا. الكوره الشراب دي كانت نمره واحد اللي هي لعبنا كوره الشراب دي في الشارع. شراب خلاص بالظبط عشان الشوارع بقت زحمه جدا، وهو يمكن لما كوره الشراب اختفت كتير من المواهب اختفت كمان، ودي حقيقي. لان طبعا الكوره الشراب كانت بتعمل مهارات فظيعه للعيبه. طبعا انا من منطقه كمان كانت منطقه مليانه بالنجوم، كانت منطقه السيده زينب في المنيره. فكان احنا كنا خمسه اخوات كمان، اشرف وايمن وايهاب واكرم، كنا كلنا لعيب الكوره. كنا عندنا في البيت كده زي حوش بنلعب فيه، حوش كبير كده ونقعد نلعب فيه، وبعد كده خرجنا بقى للشارع شويه. طبعا كان نفس الجيل بتاعي ونفس المنطقه كان اسامه عرابي دوت اخويا وصديقي وعشره عمر كبيره جدا، وطبعا الكابتن فاروق جعفر في نفس الشارع برضو عندنا، وكان الكابتن مجدي امام لاعب المصري ولاعب الاهلي. فكان عندنا نجوم كتير قوي في المنطقه. وبعد كده بقى كنت في المدرسه كان ايامها المدرسين تربيه رياضيه كان الكابتن عمرو ابو المجد جاي، فشافني وانا بلعب هناك فجي وقال لي ممكن تيجي النادي الاهلي. فانا بحسبه بيهزر يعني، مش في دماغي مين ده، ما كنتش اعرفه طبعا. ما فكرتش انت اساسا انك انت تروح يعني تلعب كوره وبتحبك، ما فكرتش تروح تقدم في نادي يعني تجرب تاخد التجربه؟ لا بصراحه لا، على مستوى كان لكن لسه في عين شافتك وطلبت منك تروح بالزبط. النادي كان يعني الدكتور عمرو ابو المجد اداني كارت وقال لي انا عايزك في النادي. كان في ايام اختبارات ورحت فعلا من اول اختبار الحمد لله اتخذت يعني، وبعد كده انضميت لمدرسه الكوره في النادي الاهلي. طبعا رحت لقيت الكابتن طاهر ابو زيد قبليه بسنه، وبعد كده جيل طاهر وكابتن علاء مهوب طبعا وكابتن محمد حشيش. احنا الاربعه تدرجنا في المواليد كلها لحد ما وصلنا للدرجه الاولى، ودي عشره عمر بقى لها 45 سنه. وانا طبعا علاء مهوب بالذات كمان من الشخصيه المحترمه جدا على المستوى الشخصي، وحشيش وطاهر ابو زيد، وما زلنا لحد دلوقتي على اتصال ببعض وبنشوف بعض من حين لاخر يعني. كابتن طاهر هو اللي بيعزمنا على طول يعني. طب عظيم. خليني هرجع طبعا للمشوار وللتهالي. الفتره دي كانت فتره يعني الكره المصريه فيها كانت في بدايه اعتقد تالق على مستوى منتخبات وعلى مستوى انديه. اكيد يعني 57 و59 انا لا شفتهم ولا عشتهم، بس بفتكر كويس قوي 86 انا في القاهره طبعا، بطوله افريقيا، ومن بعد كده كاس العالم 90، بطولات الانديه المصريه في افريقيا، اهلي وزمالك ومقاولين في الفتره دي، فتره الثمانينات.